السلام عليكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام متابعي الأوفياء قناة زوجتي الشوية. جيتكم اليوم بهذه الوصفة، فطيرة منزلية بحجم عائلي وكبير، نتمنى أنكم تجربوها. اقتصادية سهلة مهلة بكل مواد، يعني المواد متواجدة بكل بيت، وتقدروا تجربوها في رمشة عين. هذا هو الشيء يليق في الصيف، يعني نحبوا حاجة خفيفة، نحبوا حاجة بسيطة، نحبوا حاجة في رمشة عين تحضر، يعني في رمشة عين نوجدوها، يعني بدون تعب. اقتصادية سهلة مهلة بدون لحوم، راح تديريها بأبسط المواد، يعني متواجدة في كل البيت. يلا نشوفوا مع بعض مقادير الوصفة. نحتاج 250 غرام تاع الفارينة. أنا درت كيلت بالبطاطا تاع الزبدة 250، تقدروا ديروا 500 يخرجوا لكم زوج كسرات. هنايا درت مغرف تاع ملح، درت نصف ملعقة تاع خميرة الحلويات، هذه برك على جال احمرار تقدروا تستغناو عليها، ومغرفة صغيرة تاع السكر. كما راكم تشوفوا راح نخلط كل شيء مع بعضه، وراح نضيف زوج ملاعق زيت. هذا واش نحتاجه في العجينة تاعنا، يعني في العجينة تاع الكسرة تاعنا ولا تاع الفطيرة تاعنا. فطيرة هذه السهلة والاقتصادية وبحجم عائلي وكبير. كما راكم تشوفوا هنايا راح نحط زوج ملاعق تاع الزيت، وراح نلم بالحليب تاعي. الحليب تحبوا تدفيوه شويه ولا تخلوه كيما كان. نخلطوا العجينه تاعنا كيما راهي، العجينه ما تكون لا طريه بزاف لا يابسه، يعني تكون مويه تقدري يعني تتحكمي فيها. نعجنوها مليح على سطح المطبخ حتى نشوفوها باللي ملسه، ونحطوها ترتاح مده 10 دقائق باش نقدروا نحلوها. هنايا بعد ما ارتاحت لي نعاود نقرصها، ندير زوج خبزات. كما قلت لكم 250 غرام تاع الفارينه خرجت لي زوج قرصات، يعني راح ندير خبزه كامله، يعني خبزه كبيره. هنايا بعد ما حليتها حاولوا انكم ترشوا شويه فارينه، ما تكثروش بزاف الفارينه، وحاولوا انكم ترققوها كما راكم تشوفوا، يعني باش ما تجيكمش عجينه عليها. قلت لكم هي اقتصاديه وصحيه في نفس الوقت، ما فيهاش بزاف العجين وما فيهاش الخميره، وماهيش راح تطلع، راح تجيكم خفيفه وبنينه وفي نفس الوقت تشهي. هنايا عاودت حليت العجينه الثانيه كما راكم تشوفوا، قلت لكم 250 غرام تاع فارينه خرجت لي قرصه واحده كبيره. هنايا عندي انواع تاع الفرماج، عندي فرماج نابولي، عندي شويه الحشو اللي راح نحشو به اللي هو الطون، وعندي بطاطا قليتها، وعندي فرماج، هذا تقدروا ديروا فرماج تاع البيدون. هذا الفكره يا البنات تقدروا تخدموها عفوا كمشروع، تقدروا ديروها وتبيعوها. ديروا غير فرماج تاع البيدون وديروا شويه طون، تقدروا ديروا الطون تاع الطوماطيش ولا تاع الطماطم، ولا ديروا الطون تاع الزيت. بالنسبه للطون تاع الزيت ديروه في صفايه، صفيو له نحيو له كامل هذاك الزيت باش ما يخرج لكمش، وحطوا البطاطا تاعكم، وحطوا الفرماج اللي تحبوا، الفرماج مبشور، تحبوا نابولي، تحبوا فرماج الغالي اللي تقدروا عليه نتوما ديروه، واللي تقدري ديريه انتيا كمشروع ديريه، اللي يساعدك ديريه، واللي يخرج عليك ديريه. يبقى الحشو تحبي ديري دجاج، تحبي ديري شكشوكه، تحبي ديري تقلي بصل وحده وتحطيه مع هذا الحشو كما حبيتي، يعني الحشو يرجع واختيار ليك يا حبيبتي. هنايا بعد ما حطيت الحشو تاعي راح نمسح بالجنب تاع الخبزه الاولى، نمسحها بالماء، ونحاول اني نغلق ونضغط مليح باش يعني ما تتحليش العجينه تاعي كي نبقى نطيب فيها. نحاول اول حاجه كي نحط العجينه تاعي اني نخبزها شويه هكا باش يخرج لي الهواء، يعني نحاولوا ان نخرجوا الهواء باش كي نحطوها تطيب فوق الطاجين تاعنا ولا في المقله تاعنا ماهيش راح تتنفخ لي ولا تتحلي. نحاولوا ان نضغطوا مليح مليح مليح، نغلقوا هذه الجوانب باش ما يخرجلناش الحشو. اذا كنت اول مره تزوري قناتي يا حبيبتي، ما عليك على الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلك دائما جديد. واذا عجبك لا فيديو ما تنسايش ديري جيم لا فيديو باش يوصل اكبر عدد من المشتركين. شوفوا هنايا البنات، هنايا جبت المقله تاعي، هذه المقله العجيبه اللي نقولها، مقله عجيبه يعني تصلح للحوايج كامل. ندهنها بشويه زبده. بالنسبه للطياب يا البنات حطيتها فوق الطاجين كما راكم تشوفوا، لانه انا ما نحبش تجيني الخبزه تاعي عجين، يعني نحاول اني نشعل نقوي النار مليح 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 حتى يسخن لي الطاجين. راح نحط المقله تاعي، بعد ما نحط المقله تاعي
راح ندهنها بالزبده ونحطها نخليها حتى تسخن وندهنها بالزبده ونطيب الكسره تاعي بكل هدوء وراحه، يعني باش تطيب لي وما تبقى ليش عجين. هنايا شوفوا يا البنات، بعد ما طابت لي الفطيره تاعي جات بنينه تشهي وخفيفه وكامل الفرامج ذابولي. تقدروا كما قلت لكم الحشو يبقى اختياري، تحبي ديري شكشوكه، تحبي ديري فيونطاشي، تحبي ديري دجاج، ولا ديري غير الطون وشويه فرماج وشويه بطاطا كيما درت انا، وتجيكم بنينه تسخف سهله مهله في 10 دقائق وانت حضرتيها. يعني ما تحتاج يعني تروبوزي ولا تدي لك بزاف الوقت، في 10 دقائق انت درتي هذا الوصفة سهلة مهلة واقتصادية وفي نفس الوقت ما تديكش بزاف وبحجم كبير وعائلي. نتمنى انها انكم تجربوها، وما تنساوش ديروا ابوني للقناة وديروا جيم لافيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين. هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش احبتي في الله، اذا كنتوا تحبوا وصفات اقتصاديه سهله ومهله في رمشة عين ما تنساوش ديروا ابوني للقناه. بدعمكم ليا احبتي نوصل العالميه. مع السلامه.